سمك الفيليه المكونات سمك فيليه كسكسي جاهز بصل وطماطم زبده ثوم فلفل الوان ودقيق علشان احمر السمك. احط زيت على النار يسخن كويس. هبتدي الاول بالسمك احمره بعد كده اعمل الكسكسي. الكسكسي عشان تبقوا عارفين حضراتكم طبعا احنا في مصر مش زي دول المغرب العربي بيعملوه على ايديهم بطريقه مختلفه. احنا هنا بنجيبه جاهز بنحط عليه ميه سخنه ونسيبه شويه وبعدين نفلفله كده ونحط عليه شويه زبده وشويه من البهارات. انا حطيت ملح وفلفل على الدقيق علشان اقدر احمر السمك. وسع الدنيا كده. طخ طخ طخ. اجهز كل حاجة علشان لما اطلع السمك من على النار اللي بيتقلي يطلع على المناديل على طول. طبعا الهواء بيبقى بيعكسني شوية. بس اكيد احسن من تبقى الدنيا مكتومة. كده ده جاهز. هاخد السمك بايديا كده هاخد شويه من الثوم وهدهن السمك بالثوم كده من ناحيتين عشان الدقيق يمسك على السمك احط عليه شويه من الزيت. بصراحه انا مبسوط قوي كميه الناس اللي بتتفرج عليا في المكتبه. اهل اسكندريه من اجمد الناس والذ الناس واكرم الناس. فانا بصراحه مبسوط جدا جدا. احط شويه زيت كده خفيف وبعدين بس حاجة بسيطة كده وعلى النار. مش عايز تبقى النار جامدة جدا علشان السمك الفيليه ده رقيق فما بياخدش وقت خالص في السوى. وكمان عشان لو النار بتبقى عالية قوي ممكن يتلسع قبل ما يستوي من جوه. انا بس بحط له شوية من الدقيق كده خلي على ما يستوي. هقطع الفلفل الالوان ممكن اقطعه اي تقطيع كده. هلفهم علشان يبقى واحنا بناكل الكسكسي يبقى دايما كل واحده تبقى سهله في في القطع. هقطع البصل هاخد مثلا نصها حلقات كفايه كده. والطماطم هقسمها نصين اربع ارباع. ارجع بقى للسمك اشوف اخباره دايما افتكروا اول واحده اتحطت هي اللي تتقلب الاول. لو مشينا كده زي عقارب الساعه هيبقى مظبوط. اللي تيجي تحركوها كده تلاقوها ماسكه نفسها مش بتتحرك تعرفوا انها لسه ما استويتش. احط البصل فلفل الوان احط في بول اكبر عشان اقدر اقلب. معلقه من الملح والزبده الاول اقلب دي. لسه ما استويتش. شويه زبده ممكن طبعا تستغنوا عنها لو مش عايزين ممكن تحط شويه زيت الزيتون مفيش مشكله خالص. واقلب كويس كده. المفروض علشان الزبده تتحط مع الكسكسي وتبقى تدوب مع الاكل والميه السخنه عليه نحط عليه الزبده على طول ونغطي عليه. طبعا بس الجو فيه شمس فالزبده دابت شويه. اقلب كويس. في زبده لسه ما دابتش ندوبها. طاجن مغربي اهو علشان المفروض اشهر حاجات في المغرب هي من اشهر الحاجات الكسكسي. انا هاخد بقى الحتتين اللي جهزوا احطها هنا كده عشان لو فيها زيت زياده. ودي كمان
احط القطعتين دول وبعدين دول بقى ياخدوا وقتهم في السوا براحتهم. ايه دي واحده وايه دي التانيه. حط ليمونه في النص